السلام عليكم حبايبنا، عودة للطيرة ويا اختارينا هالكاكا خطاب طيرة ويا الفحل الكومان على الجرينكس، اختارينا طيرة ويا ايضا من اجود حمام الوسط باذن الله خطوط الوسط. طبعا هاي الحمامة من ناحية الاب من حمام العملاق البروس روسين، هذا الحمام اهل الخليج يعرفوه وبيض وجه عند اخواننا اعتقد بالكويت. هذا الحمام حمام البروس روسي من حمام السابلون خط اللوكي 888 888. هاي طيرة ما شاء الله، طيرة وسطانية الحجم ما شاء الله، صاحبة عين وصاحبة راس جميل، وهاي قدامها ما شاء الله. طبعا طيرة بتبه المكان هتري تروح الاب، قلنا من حمام البروس روسي والسابلون خط حفيد مباشر، الأب حفيد مباشر اللوكي 888 ثمانيات 888 من أرقى حمام السابلون. ومن ناحية الأب إلى حمام البروس روسين، هاي من ناحية الأب. أما من ناحية الأم من ناحية حمام الجيبر هيرس، حمام الجيبر هيرس حمام غني عن التعريف، حمام هنا بغداد ومحافظاتنا الحبيبة، حمام مكشوف أنتج حمام طيب إلى نتائج كلش طيبة. هذا وهاي الطيرة هي عبارة عن خليط ما بين الجيبر هيرس وما بين السابلون وما بين البروس روسين، وبعد ما اعتقد اكو ارقى من هيك خلطة لمسافات الوسط. طبعا اكو حمام راقي، اكو حمام بجودة عالية، حمام قصيرة، حمام حلوة، هي لعابة على قد الايد ما شاء الله. وفق كاكا خطاب وربي يوفقك بحلالك، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة يا طيب. وهاي نظرة أخيرة، تحياتي، مع السلامة.